بعت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة: بالأمس القريب احتفل الشعب المصري بالذكرى 10 لثورة 30 من يونيو، واليوم نحتفل بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو لعام 1952، كلاهما كان عنوانا للإصرار والإرادة الوطنية من أجل عزة ورفعة هذا الوطن، مؤكدا أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة.